عايز تصرف بمناسبه شراء اللعيبه بقى، لانه ده موضوع عامل جدل كبير جدا والناس مش قادره تفهمه. الاتحاد الدولي ادى اكسبشنز للانديه المشاركه او للاتحادات انها تفتح من 1 لحد 10 يونيو عشان تساعد الانديه انها تضم لعيبه. البعض اعتقد انها زي فكره الباسكت والفولي والهاندبول، انت عارف بياخدوا مثلا لبطوله ايه لبطوله ايه بيخلصوا البطوله وبيمشوا. بدات اصوات تتعالى هنا داخل مصر، ما تجيب محمد صلاح يلعب معاك البطوله، لا هات كريستيانو يبقى مواجهه بين كريستيانو وميسي والعالم كله يتفرج، وانت عارف الاحلام والطموحات والامال. يعني انت بالتاكيد انا عارف انتم يعني في اشراف على الكوره، ولكن انت حضرتك مسؤول مهم دلوقتي، تديني بس البوليسي او السياسه اللي هيمشي عليها النادي الاهلي في هذا الامر. بص يا كابتن، لما يبقى عندك واحد زي محمود الخطيب مع حفظ الالقاب، نعم، هو المشرف على الكوره، نعم، وعندك لجنه تخطيط، نعم، وعندك سبورتنج دايركتور وهو منصب استحدث وراجل، والحقيقه منصب محترم واللي بيشغله راجل محترم طبعا محمد رمضان. محمد رمضان، وعندك مدير فني على اعلى مستوى. نعم، انا ماليش دور ان انا اقول. نعم، الناس دي شايفه احسن مني كويس، وفي الاخر اللي عايزه الجهاز الفني كابتن خطيب عمره ما بيتاخر كويس. الناس فاهمه، يقول لك اصل النادي الاهلي ما بيصرفش، ما بيصرفش من إيه؟ احنا ما فيش حاجه اتطلبت او وكابتن خطيب ما لبهاش من خلال مجلس اداره. كابتن خطيب بيجي يقول يا جماعه كذا كذا كذا، وهو مفوض مجلس اداره، هو اللي بياخد القرار. فبالتالي احنا عمرنا ما اتاخرنا على حد، وفي ناس كتير قوي في لغط كتير قوي في الحته دي. الراجل ما بيطلبش حاجه وعمرنا ما بنوفيها له، بالعكس خالص. وبالتالي هم دول اللي يقولوا، هم اقدر مني. مع 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 قناعتي ان احنا عندنا احسن لعيبه في افريقيا كويس بجد. يعني انت عندك احسن لعيبه في افريقيا، عندك احسن لعيبه في افريقيا كويس، لكن في الاخر دي مش وظيفتي. ولا مع كل احترامي لكل الناس، مش وظيفه اي حد يقول الا للناس المعنيه بهذا الموضوع. تكلمني دلوقتي وانت ظاهر على قناه النادي الاهلي وفي حراسه النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت في البدايه، الناس كلها عايزه تسمع، لانه برضو الكل بيتكلم على كاس عالم، وحضرتك بتتكلم على كاس عالم ومجلس الاداره والجهاز الفني وجماهير النادي الاهلي، وبالتالي فبتقول لك احنا متفقين ان عندك احسن لعيبه في مصر، ومتفقين ان عندك ابطال افريقيا، لكن ما في حد تساله لك لا احنا محتاجين دعم عشان كاس العالم. طب ما انا اقول لك حاجه، مع كل احترامي طبعا، نعم، دي مش شغلتي ولا شغله اي حد، دي شغله المسؤول. كويس. من هو المسؤول؟ لجنه كوره، كابتن محمود الخطيب، جهاز عندك رمضان، وكولر. هو كولر مش عايز يكسب اكيد، خلاص يبقى اذا هو ده المسؤول. وهو في الاخر هو اللي بيقيم، وهو اللي بيتحاسب بنتائجه، واكيد عايز يكسب، اكيد عايز يعدي الدور الاولاني. نعم. وبالتالي اللي هو هيطلبوه من خلال هذه اللجنه النادي الاهلي هيغطيه. انا ممكن اكون من وجهه نظري المشجع شايف كذا، لكن من وجهه نظر الفنيه، ما انت ساعات بتبقى بتقول ايه ما تجيب فلان ولا تلعب فلان، لكن هو من وجهه نظره الفنيه شايف ان ده ما ينفعش. وبالتالي انا لازم ادي ثقتي للناس اللي بتدير الكره في النادي. طيب، باعتبارك قريب من كولر، وانت يعني انت اللي قدت مفاوضات التعاقد مع كولر في البدايه تماما، وانا عارف ان علاقتك باثنين اكتر من ممتازه بكولر ومانويل جوزيه، تتمتع بصداقه هائله مع معظم المدربين الاجانب الحقيقه. يعني هل اتكلم معاك، يعني بعد القرعه اتناقش معاك، اتكلم معاك، هل بدا يفكر في كاس العالم للانديه؟ طب تصدق وتؤمن بالله يا كابتن، انا عمري في حياتي ما اتكلمت مع مدرب سواء كولر او غير كولر في حاجه فنيه خالص، يعني اطلاقا اطلاقا. يعني كولر اصلا هو، بص، ميزه كولر ان هو رجل سويسري وعارف الشانل الصح. احنا كمجلس اداره ما بنتكلمش معاه في كوره، ولا اقدر اجي اقول له مثلا فلان الفلاني او بتاع، مش دوري. نعم. وما ينفعش ان انا اقولها. ليه؟ لان واقول لك حاجه، وده سبب نجاح النادي الاهلي. انا لو كل واحد راح اتكلم في الكوره وراح اتكلم مع لعيب ولا راح اتكلم مع مدرب، الدنيا هتبوظ، هنبقى زينا زي غيرنا. لكن انا النهارده اما بتمشي في الرايت شانل، واحنا الحمد لله، وانت في الاخر بفضل الله سبحانه وتعالى انت في سنتين عامل 11 بطوله او 12 بطوله. نعم. طيب يبقى اذا يا جماعه النتائج هي اللي بتتكلم. لكن وبالتالي النادي الاهلي كل واحد عارف الشانل اللي بيمشي فيها، انت مسؤول عن كذا. لكن اقول لك حاجه، لكن كابتن خطيب ممكن يجي يقول لك ايه يا خالد اعمل الموضوع ده في الكوره، ملف معين في الكوره كويس، بتمشي زي ما هو بيقول لك، بيوجهك في حته معينه، خلصت الحته دي،
ساعتها لكن انا من نفسي كده اروح اقول يا جماعه اعملوا كذا، ما ينفعش. طيب هل ما تعلمناش كده يا كابتن؟ طيب هل بدا فتح ملف كاس العالم ولا كولر طبيعته غير كده خالص؟ لا انا ما شفتش، خلي بالك انا جيت كان كولر في جنوب افريقيا، ورجع انا ما شفتوش. انت مسافر له بكره مش كده؟ ان شاء الله كابتن خطيب إن شاء الله. طبعا رئيس البعثه وانا منسق عام البعثه، لان من خلال ومعايا طقم محترم جدا، سواء يعني الحقيقه كل الناس اللي شغاله معايا في هذا الموضوع ناس يعني الخبره بتاعت النهارده. احنا اقدم نادي او شارك في بطولات كاس العالم، صحيح، والانتر كونتيننتال اللي هي يعني نسخه مصغره من كاس العالم، نعم، للانديه اللي هو على بالنسخه القديمه مش بالنسخه الجديده طبعا. وكل الناس اللي يعني سواء حنان الزيني سواء سمير عدلي طبعا، سمير عدلي ده قصه، ده حاجه تانية. كل الناس ماهر، سمير عدلي، حنان، كل الناس النهارده توخي. طب هو انا اللي لو في اسماء تانية حضرتك قولها عشان ما نظلمش حد، لكنه السؤال الناس تقول لك احنا عندنا الاول فتره القيد دي من 1 لـ10 هم سايبينها للاتحادات المحليه ممكن تفتح وممكن لا. بالظبط، السعوديه لازم تاخد استثناء من الاتحاد المحلي. بس تعالى نتكلم برضو، سيبك بقى بلغه هل النهارده هتقدر يعني انت النهارده في وسط البطوله هتقدر تجيب واحد تلعبه على طول كده؟ انا بتكلم بصوت عالي، انا ما اعرفش هم بيفكروا ازاي، لكن هل هيكون الدوري خلص؟ ايوه ماشي، ما اختلفناش هيكون الدوري خلص، خلي بالك لان الجمهور مركز قوي معاك في كل كلمه بتقولها. انا ما اعرفش طبعا، ممكن ناخد الكلمه دي انه الاهلي لا ينوي لا 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 خالص، لا خالص. انا بتكلم عن اصل الناس يقول لك هات، لو حطت عينك على حد هات كريستيانو، لو حط عينك على حد حطت عينك على حد، لكن يقول لك هات كريستيانو رونالدو. نهايه الدوريات في اوروبا او في اسيا او اللعيبه اللي هتجيبهم ممكن تخلص معاه كله من شهر من بدري ويخش معاك، لان انت هتعمل فتره اعدادك. والله هو في الاخر هو كلام، هو 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 ده طبعا زي ما قلت هي دي قرار لجنه الكوره، قرار كابتن مع الخواجه مع رمضان مع لجنه التخطيط، هم اللي يقولوا حاجه زي دي. طيب نقدر نقول ان التركيز الاكبر دلوقتي على ماتش الفائز من بوتافوجو وباتشوكا المكسيكي، شايف انه مسافرين كلكم بكره برابطه المعلم ان شاء الله، والمباراه هتكون يوم الاربع يعني، ومباراه صعبه طبعا. بس بوتافوجو بيتكلموا يا باشمهندس خالد ان هم هيلعبوا ريال مدريد. على فكره كل الناس شفتها في الناس جم اتكلموا معايا بتوع بوتافوجو وبتوع باتشوكا. باتشوكا انا اعرفهم من فتره، ان طبعا لعبنا معاهم مره كده، كسبونا وخسرنا، فكل الناس يعني عامله حساب النادي الاهلي كويس، تحترم النادي الاهلي جدا. بس جداً. في احد اللاعبين النهارده او امبارح بيتكلم انه هم بيتكلموا على ريال مدريد على طول، هو لا حاطط في دماغه باتشوكا ولا حاطط في دماغه النادي الاهلي يعني، وهو من حقه يعني، هو لعيب هناك في النادي، كل واحد بتصريحاته حسب ما يقول حسب ما يشوف. لكن انت تابعت بوتافوجو، انا شفت مباراه مع اتلتيكو مينيرو من اول 90 دقيقه، بيلعب 90 دقيقه فرق من 30 ثانيه، بيلعب 10 ويكسب 3 امبارح في نهائي الدوري او في المباراه الاخيره في الدوري، ويكفي التعادل بيفوز 2-1. فريق نزل الدرجه الثانيه 2020 يصعد 22، يفوز بكوبا ليبرتادروس، يفوز بالدوري برازيل، هو دوري صعب المراس جدا جدا جدا. شايف ان المهمه ثقيله وصعبه امام سواء بوتافوجو او باتشوكا، احنا ما نعرفش من هيكسب. مهمه ثقيله جدا ومهمه مش سهله، لكن دايما الواحد على ثقه في الرجاله بتاعتنا وجهازنا الفني، يعني اكيد عايزين نعملها. اصل خلي بالك انت عايز تستر طريق لنفسك كمان، يعني انت النهارده اللعيب اللي يوصل يلعب ريال مدريد ده اي حلم اي واحد يلعب ريال مدريد، فانت عايز تستر طريق لنفسك طبعا. وفي نفس الوقت عايز تعمل حاجه لتسعد بلدك وتسعد جمهورك.